حاجة سهير من الجيزة. حاجة سهير، حاجة سهير. ايوه يا فندم، السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام. ورحمة الله وبركاته. سهير من الجيزة. أهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك يا فندم. اتفضلي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. كمان مرة الجملة ديت. ومن يضلل. حاجة سوير. طيب للأسف الخط فصل. طيب هنكمل كلامنا يا شيخنا عن أنواع الأسماء اللي حضرتك رمزت لها بعنق. نعم. نعم. أولا تلاوة الحاجة سوير ما شاء الله طيبة، ربنا يبارك فيها، رب وجودها مشكور. نكمل بقى الاسم الذي معنا وهو كلمة هادين. وعرفت ما يلزمني في التلاوة، ولكن يلزمني أن أعرف بعد ذلك ما تعلمته تلاوة لمن أراد، وليس إلزاما، يعني بمعنى إلزام. لكن هذه الياء التي حذفت، لماذا حذفت؟ سؤال. حذفت الياء من هذا الاسم الذي معنا لأنه، أي آخره، نون. يعني هاد دي أصلها إيه؟ هادي. ده رقم واحد. اتنين، جاء التنوين، وطبعا التنوين أتى بعد ذلك في قرون متأخرة لما وضعت العلامات والحركات واصطلحوا كيف تكون الفتحة والضمة والكسرة. هذا موضوع تاني كبير عند علماء الضبط. ثم اصطلحوا كيف يكون التنوين وكيف ينون المقصور والمنقوص وما كان بتاء. هذا كلام كثير، نأخذ منه شيئا واحدا يخص تلاوتي ويخص ما أتكلم فيه اليوم. أن الاسم المنقوص إذا نون حذفت ياؤه. خذ الجملة دي وحطها في خارج القرآن تحت عنوان كده، قاعدة من أحوال حذف الياء في الاسم المنقوص إذا نون. خلاص كده؟ طيب، بعد حذف هذه الياء ترى هل سيكون إعرابه كما هو من هاد؟ إعرابه كما هو، بس خلي بالك يجب أن تنظر للكلمة أولا وتنظر للجملة وتعرف موضعه إيه، لأن في عندي إعراب ظاهر وفي عندي حاجة اسمها محل الجملة التي معي هنا، يجب أن أتعرض لها بشيء من التفصيل. ليه؟ علشان في درس عندي في التجويد ما يسمى بروم وإشمام. هل هذا يفيدني في التلاوة في اتصال؟ نعم، شكرا.